خلينا دلوقتي نروح سريعا لفقرة الصحافة العربية والدولية. صحيفة ميدل إيست وصفت مصر بأنها عازمة على رفع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في الوقت اللي تباطأت فيه بلدان أخرى كثيرة في الشرق الأوسط عنه. في محللون قالوا أن مصر ستمضي قدما في الإصلاحات دي بعد انتخابات مارس القادمة. خبراء اقتصاديون بقى أكدوا في دراسة تحليلية على استمرار الحكومة المصرية في اتخاذ تدابير كخفض الإنفاق مثلا بهدف دفع عجلة الاقتصاد. كبير المحللين شؤون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصحيفة قال أن هناك التزام فعلي وحقيقي بالإصلاح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة الفترة الأخيرة في إشادة كبيرة جدا بالإصلاحات الاقتصادية اللي بتمر بها مصر، ومن الواضح أن العالم أجمع بينظر إلى هذه الإصلاحات على أنها إصلاحات إيجابية، رغم ان احنا ممكن نبص لها في مصر انها يعني ما تكونش على هذا النطاق لان احنا ما عندناش الخبره الاقتصاديه البحته، لكن لما يبقى خبراء عالميين بينظروا لها انها فعلا مؤشرات ايجابيه للمستقبل فاكيد ان احنا ماشيين صح. طيب واشنطن بوست ذكرت ان في تقرير جديد بيتعلق بالامن الالكتروني. هذا التقرير حذر من عمليات قرصنه بتستهدف ماكينات الصراف الالي في امريكا. التقرير ده حذر من ان عمليات القرصنه قادره بالفعل على جعل اجهزه الصراف الالي بتخرج النقود زي ماكينات القمار، وده بعد انتشار طبعا قرصنه مشابهه لها وبشكل كبير جدا في اوروبا واسيا. يعني ايه ماكينات القمار دي؟ الحقيقه ان انا ما اعرفش الموضوع ده ايه، بس لما سالت قبل ما ادخل المعد محمد عبد العظيم، انا بقول اسمه على الهوا عشان هو اللي عارف، قال لي ان هو يعني مجرد الواحد ما بيكسب المفروض ان هي بتطلع الفلوس تلقائيا. فهم عملوا نفس الحكايه دي، ده نوع من النصب الغريب جدا على فكره ان اجهزه الصراف الالي تبقى بنفس الموضوع ده، فدي فعلا قرصنه وخطره جدا. صحيفة الجارديان البريطانية ألقت الضوء على كتاب جديد بيصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشخص مهووس بوسائل الإعلام وبيقيس ولاء موظفيه بمقدار دفاعهم عنه على شاشات التلفزيون. ولكن رغم كتاباته لكل ما يفكر فيه على حسابه على طبعا موقع تويتر زي ما احنا كتير قوي بنقرأ، إلا أنه نادرا ما يتفقد شبكة الإنترنت. صحيفة اندبندنت البريطانية كشفت في تقرير خاص عن الضحايا الحقيقيين الحملة التركية على عفرين في شمال سوريا انهم لاجئون ورضع واطفال ونساء مدنيون. الصحيفة التقت باطفال مصابين بجروح بالغة بعد استهدافهم من قبل القصف الجوي التركي على عفرين، وبيتلقون علاج بالمستشفى اللي استقبل وحده 34 جثة لمدنيين، وده منذ بداية الهجوم التركي في 20 يناير.